مش بيه إشاعات مش حلوة. دونك بربي بربي ما عادش تهبطوا نوعية الأخبار هذيا، منال لاباس عليها الحمد لله في فترة نقاها، وقدرة ربي ترجع بصحة وعافية. مكملين معكم، نخرجوا فاصل صغير وراجعين معكم في ستار تايم. عليكم من جديد، مرحبا من جديد، انتم تسمعوا في ستار تايم، واصلين معكم حتى للسبعة بتاع العشية. تحياتنا لكم ومرحبا بكم الناس الكل. سينو انا فرحانة برشا اللي ضيفنا اليوم هو فنان استعراضي، يحبك الجو، صاحب نكتة، يحب الحفلات، وظهر لي في عروسات التويسة كل غني لهم، اغلب العروسات كان حاضر وحفل الاجواء الكل. نحكي لكم على هشام النقاتي، اهلا وسهلا. اهلا بيك واهلا بإي اف ام واهلا بكل مستمعين إي اف ام. اسمعونا اليوم باش نعملوا ايميسيون طيارة 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 طيارة. انت ساعة جينا هكا كلك شحنة بتاع امل وتفائل وفرحان وشيخ، شنو هالامل اللي والله رجع لنا الامل بعد الشيء اللي عديناه، الفترة الصعيبة اللي عداوها التوانسة الكل، انا نقول ومنهم الفنانين اللي هم بيدهم مواطنين. فرجع الامل، وخاصة البارح انا تمتعت برشا لانه شفت زابيت على العالم اجمع يشكر في تونس على التوانسة اللي هبوا الكل للتلقيح، وبنداء سيادة الرئيس وكل وزارة الصحة اللي نصحتهم وكانوا متواجدين. هذيك اهم حاجة، لانه التونسي انا عندي ياسر ثقة فيه، التونسي يحب الجو، يحب الامبيانس، ويحب وحنين برشا ووطني برشا، وطني برشا. واليوم فما هكا، مش كان عندك انت شمنا قاسي تمسك كل فرحانين متفائلين، فما شحنه هكا خرجت من الداخل، اتقلقوا ياسر. دونك اليوم ظهر لي الوقت اللي باش نفيقوا على وضعنا وباش نعيشوا ونكملوا حلمتنا ونوقفوا لبلادنا سيغتو. خليني قبل هذي خليني نرجع بيك نهار 25 جويلية، كيفاش عشت النهار هذاك. خليني نشوف هشام النقاتي فرحة متاعه كيفاش كانت، كنت فرحان، كنت خايف؟ انا كنت حسيتك؟ والله ضيف عند ناس حبيبي في نابل، و باغازاغ حلينا شنو نشوفه في الاخبار ونلقاو الاخبار، فنسمعوا من بعد في التزمير نابل كامله خرجت ويزمروا. انا شخصيا يلي جاتني بهته، مانيش مصدق مش مصدق، يعني ما كنتش متوقعها، ما كنتش متوقعها بالكل. ففرحه كبيره، من بعد حسيت بالفرحه كبيره وخرجنا. اما انا ما حبيتش نعمل الفيديو لللايف، واحد ما حبيتش خاطر ما تعرف الفنان، انا نحس انه الفنان لازم يكون نوتخ شويه، رغم وطني معناه شنو هو مواطن من يحس كيما تحس الناس كل، لكن فما حساسيه كيما في الكوره في خاف السياسة. لا يتحسب عليك حاجة تقعد لك في التاريخ، والله خاطر دخلنا قبل شوية خدمنا نظام السابق، نظام السابق ووقت جات الثورة ولا يقولون انتم الطبالة متاع بن علي وانتم الزكارة متاع بن علي، فهذاك علاش الفنانين كلهم ولوا بعاد شوية، لأن احنا فنانين نجاح السياسة أو نجاح البلاد تهمنا برشا. أما من أنا شخصيا ما نحبش ندخل في السياسة خاطر ما نعرفوهاش برشا، السياسة ألعاب والسياسة أما مهم هشام اليوم أنه الفنان يعطي رأيه، فما برشا فنانين نراهم اليوم يقول على انتماء السياسي، يحكي على السياسيين، والله أنا نحب الديمقراطية برشا، والفنان ما نصورش أي فنان ما يحبش يعيش الديمقراطية، لأن الديمقراطية فما حرية، فما إعلام حر، فما قضاء حر، مهم للفنان يلقى مناخ الفنان باش يعيش فيه. تو شوف الفنانين في أوروبا اللي عندهم ديمقراطية صحيحة وعندهم ناس يقول اللي يحب يقول، احنا مازلنا شوية راهو مازلنا ما نتقبلوش انه فنان يعطي رأيه، مازلنا ما نتقبلوش، فما برشا فنانين عطاو رأيهم، اخذوا لهم كيفاش في الفيسبوك كيما شكري بوزين مثلا عطى رأيه قال اليوم مع حزب عبير موسي. فما فرحات جويني قال مع النهضة في وقت ما، ذوما يمكن ما تقبلوهمش حسب رأيك. شو وردة عملوا فيها الناس اللي كي قالت كلمة معنا وردة الغضبان، وردة غضبان. يعني انا شخصيا ما نحبش ندخل في المداخل متاع انا نحب البلاد، انا نبكي على بلادي، صدقني جاتي فرص ما عندكش فكره، قد باش نقعد في بلدان في امريكا في كندا في فرنسا في المانيا، لكن انا رفضت هذا كل. شنو رفضت؟ رفضت لاني انا ما نجمش نعيش في البلدان هذوما،
انا تربيت في تونس، تربيت مع اللبلابي، تربيت مع الصحن الكفتاجي، تربيت مع البلاتونيزيان، تربيت مع القهواجي، نقول له بربي من بعيد من جيب لي قهوتي، ما تنجمش تعملها مذومة في البر. انا فما احساس اللي ما تنجمش، حتى ولو تبدا ملياردير البر بعد ما تعيش في تونس وتعيش الفتره الحلوه في تونس والقدر مع التوانسه والحب مع التوانسه. انا مره نتذكر فازا في باريس في فرنسا، عملت فوت بالكهرباء وانا نسوق في كهرباء، خلطوا عليا ماضي ثلاثه متاع الليل عاد من الكلام للكلام، نقول لهم انا جو سوي ان ارتيست وجو سوي ان فواياج وكذا. مرتين قال لي تعال، قال لي شنعمل لك ارتيست، انت غلطت لازم. بينما في تونس احنا نحسوا بولاد الدار ماهيش حاجه باهيه، هي ماهيش حاجه باهيه بالعكس. انت تو توري اللي غاديك ما يفرقوش بين المواطنين، بين ارتيست بين عبد معروف ولا مش معروف. الفنان ديما يحب يتبجلوه شويه يدلوه، لا التوانسه ديما يبجلونا، ما نكذبوش، علاش نقولوا الحقائق كما هي، ما نكذبوش، التوانسه ديما يبجلونا ويحبونا. وساعات يعطيك دبدب في صف التونسي يعطيك بلاستو يقول لك لا ايجس ايجا انا ما زلت نستنى. والله تصير قداش من مرة، يعني هذه ما تلقاهاش في الاوروب. صحيح فما حاجات غالطة، احنا ما نمشيوش في الغالط، مثلا كان انا عملت حاجة كبيرة سي نورمال يطبق عليه قانون. اليوم الفنان كي يقول يحكي على وضعية الفن والثقافة يكون متقلق، يقول اليوم الفنان ماهوش لاقي حظه، الفنان محقور بين قوسين، آخر اهتمامات الدولة هي الثقافة. ما تندمش على الأيامات يمكن اللي عشتهم كنت تنجم تعمل نجومية في مصر، إنك رجعت لتونس؟ هذيك النقطة قاعدة في القلب، ما نكذبش عليك، مع كل حتى الناس اللي يسمعوا فينا نقول لهم انه انا خاطر فما نجوم اللي انا في المستوى عربي ما همش خير من هشام نجاتي. انا 84 مشيت للقاهرة في عقد على شهر، قعدوا يجدولي حتى وصلت يكون عام وانا غاديك، وقعدت كل عام نمشي سجلنا انا غيرك في الدنيا ماليش ما يهمناش، عملنا برشا اغاني غاديك سجلناهم مع اسامة فرحات، اما انا ما حسبتهاش مليح. يعني شنو هي الحاجة اللي خليتك ترجع لتونس؟ أنا وقت مشيت دجا اسمي موجود في تونس، هذاك اللي خفت عليه، ما حسبتش أنه أنا يلزمني نكبر في الاسم من خلال مصر أو تواجدك الوطن العربي باش حتى تونس معناها أخذت أو فما فنانين. أنا حاجة اللي تغيظني راغب عليه مراقد على روحه في لبنان والإذاعات تبثلوا في الأغاني على حسب ستة روب الأربع أغاني في النهار، هاي هي فهم مساند رسمي للفنان التونسي، هي فهم تعجيك محلاها 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 لا رغب عليه ملاوي الكفوري ما سالش هو تونس راهي منفتحة على الناس الكل وعلى الأنماط الموسيقية الكل، أنا معاهم، أما ما تخليش ولد بلادك. راهو الانتاج ولا صعيب ياسر، والفنان يمر بفترة صعيبة برشا نفسانيا، حتى نفسانيا كي أنا نبدأ في كرهبتي وراسك فما حاجة نفسانية كي تبدأ أنا في كرهبتي ونسمع هشام نجاتي يشرقع في الاي اف ام، ما تصورش قديش ترجع لي الأفكار باش نزيد ننتج ونزيد نعمل. أما كي تجي تمحي ولدك اللي انت منك واليك ما تعديلوش حتى اغنيه، اربع اغاني نفس في نفس شان اذاعه مسي تخو والله ياس، حتى كان كيحطوا لك تونسي يحطوا صابر باهي، صابر باهي من اعز التوانسه، لكن فما غير صابر باهي. اليوم الفنان التونسي مستحق انه يتعدى في الاذاعات باش نشجعوا على خاطر نعرفوا ما غير حتى كورونا في الـ في الـ في العادي في ما فما حتى مشاكل، صعيب انه ينتج، صعيب انه يعمل اغاني جديده، ذاك علاش اي اف ام اليوم مساند رسمي للفنان التونسي وقاعده تعدي في اغاني التوانسه الكل، وحاجه ماهيش مزيه اليوم انتم تستحقوا هذا، ويستحق المستمع التونسي انه يسمع اغاني تونسيه المتركاجرة ساعات خنايه تكون ما عندها حتى شيء، يسفيد تتعدى مره اثنين ثلاثه تتحفظ. المتركاج عنده قيمه كبيره برشا من قبل، هو من قبل الاغاني ما تنجح كان بالمتخكاش، فما اغنيه ساعات اللي ما تعمل لها برك جا متخكاش وما تضربش مع الناس، هذيك اغنيه ما تبدا ماهيش ناجحه الله غالب الله غالب عليها. رجع لي علاش رجعت لتونس، شنو هو اللي خليك تاخذ القرار انك من مصر ترجع لتونس؟ انا الساعه رجعت لتونس من قلت خليت اسمي وكل سيزون نخدم، انا من عام 80 بديت في الميدان هذا والحمد لله التوانسه تقبلوا النوعية اللي أنا قدمتها،
اللي هي ما تقبلتش في وقت ما وقت ما تقبلتش اغنيه خفيفه صحيت وساندويتش وميوعه وحاجات هكاك، اما ما تقبلت من الجمهور ما فماش بلاصه دخلت لها ما يعاودوش يعيطوا لي سهريه اخرى عرس اخر بنت اخته اخته كذا، هذيك تعرف انه ولا يسالوا عليك يوليوا الفرق وقتها خاطر كانوا لي زامبريزاريو يحكموا هما في الميدان خاصه نتاع الافراح فيكلموني ويبرمجوني معناها النوعيه حبوها التوانسه. دونك خفت على بلاستك مثلا منك هشام لاقيتي وانا ماشي لمصر اي مشيت لمصر وخدمت شويه وكذا لكن حسيت انه الجو صعيب برشا الانتاج يحب له برشا فلوس الشركات مازلت ما تعرفكش باش تتقبلك وتعرف اما حتى مصر والله نتذكر انا حتى صحفيين وقت عملنا سهريه استدنوني في سهريه نتاع صحفيين وكذا كتبوا عليه وعجبتهم برشا وقتها خاطر ما كانش النوعية الخفيفة هذه ما كانش موجودين ياسر منهم الفنانين هذوما عمرو دياب أول ما بدأ أون 83 وقتها يمكن قبل بعام حاجة كده تصور روحك اليوم كان قعدت غادي باش تكون في مرتبة عمرو دياب لا نكون في مرتبة حلوة صابر رباعي نكون في مرتبة حلوة ما نجمش نعرف أنا هي المرتبة أما نكون هشام نجاتي يكون على مستوى فنان عربي هشام النقاتي اليوم كما قلت لك الفنان قاعد يعيش في وضعية صعيبة برشا ما فماش مهرجانات ما فماش حفلات ما فماش فلوس الفترة هذه متاع عامين كيفاش عديتها من غير خدمة وتخدم وتقص فما فنانين وصلوا قالوا هوني باعوا دبشهم باعوا كرهبهم فما ناس أنا أقول الفنان في أي بلاد هو لازم يخمم على روحه انا الحمد لله كنت خممت شويه على روحي واللي خدمناه تبارك الله خيرات ربي يخدمنا لكن خممت شويه مش عملت شويه كوميرس عملت شويه مش للنهار هذايا للنهار اللي ناخذنا الريتريت النهار اللي تعلمت يمكن من تجارب سابقه الفنانين تعلمت من تجارب سابقه انا كان معايا عمر الطويل هذايا فنان حلو ياسر انا في بداياتي وكان يخدم معنا وصوت عنده يغني عبد الوهاب وبالعود نتاعو صدقني يغني لك خي خي لأسي خي تعملوا هاب وحس اخر اياماته الرجل مات تعب فمنها تعلمت وشفت ياسر فنانين هايلين وشعراء هايلين تعذبوا عاشوا الفقر وعاشوا الخصاصة خليت دونك تحت راسك انا عملت ديما نخمم فيها هذه خليت حاجه تحت راسي عملت مشروع يمكن باش تصرف منه باش تعيش منه بخلاف الفن هذاك هو حاجه ونقول كل فنان حتى شاب لازم تخمم على روحك لانه الفن اخذ وعطاء كيما تنجم تتشهر وتولي تصور مليارات كيما تنجم ما تتشهرش وتقعد تصور في مليمات خاطر فما اصوات حلوه ياسر ما تشهرتش تصور في مليمات صحيح فما فنانين في الفتره الصعيبه اللي تعدت بها تونس عاونوا وراو لهم عاونوا مدوا يد المساعده صحيح. حتى كان مش بالفلوس راو كي بارتاجي وكيف تبدا فما نداء استغاثه انت من الفنانين تفضل تعاون وانت متخبي ما غير حد ما يشوفك ما غير كاميراوات ما غير ما تصور والا توري انا والله ايش نقول لك انا مثلا في البدايه نتاع الكوفيد عندي ناس حبابي رجال اعمال مشينا حكيت لهم الحكايه وقتها في الدبي نتاعها وكذا وعاونوني هما مش انا ما عاونت وهزينا كل شيء للنقابه نقابه الفنانين نتاع ماهر وقتها ومن ماكله من زيوت من طن من هذاك اللي انا قدرت عليه وكلمت الناس احبابي هذوما اللي هما ساهموا باش عاونوا الفنانين صورت ولا ما صورت لا يمكن صوروا هما شوك بلاس غادي كمان انا ما صورتش ما حبيتش نصور خاطر ان يظهر لي تدخل في البروباغاندا وقت تمشي تصور وتعمل فما ناس نجم تظهر لها كأنك توري في روحك كأنك وقعد معاون عاونت برشا فنانين مش لازم أقولوا على أساميهم لأنهم أنا حسيت بهم وأنا بيدي طلبتهم ومشيت لهم وعاونتهم شوية أما من نجم نقول على حتى اسم ومن نجم نقول حتى السوم عطيتها لأني أنا نعمل فيه الربي لأنه خاصة اليوم أو غدوة هو
من عنده برشا فلوس لازم يزكي عليهم 2.5 ف اولى للفنانين اللي مع ظروفهم تعبه لازم نعاونوهم برشا برشا وانا منهم لازم نعاون. تحب ترجع تغني اليوم محمد جبالي هب التصوير حاطط فيه ونحب نغني يحب يرجع يغني وما تصورش قداش ده اللي مش وحده انت زاد بتوحش الغني انا ياسر بتوحش الغناء او ساعات نبدا نغني وحدي في الكرهبه نبدا نغني في داري نبدا نغني لانه الفنان ايش نقول لك بعد ما تتقابل كل يوم نقابله في 1000 شخص و 500 و 600 معناها وتجيب في أب في ساعة تتقص وترسيلك وحدك مشكلة كبيرة برشا والفنان طموح أما إن شاء الله جاي الخير لتونس فما عروسات بطلوا والله فما برشا اللي بطلوا فما برشا أغوبورتي إيزون غوبورتي لدات أنا كومبلي كنت السيف هذايا تعرف أنا هشام نجاتي ما شاء الله هشام الحمد لله يا ربي الله والله وراسك تعرف قداش يفرحني أنا كي نلقى بو يقول لي عرفت هذايا راه ولدي وأنت خدمت لي في عرسي وجبتك لولدي فما برشا فنانين راهو يستعاروا بالعروسات خلينا نقولوها بكل صراحه ويقولوا عليك انت فنان عروسات انا فنان عروسات وانا نتشرف بها وخلي يقولوا عربونيكس ولا انا نتشرف بها ونتشرف بالتوانسه لانهم دخلوني لديارهم وحبوني ومني اللي دخلك لدار وحبك ويعطيك عزمه عنده انا من نجم نقول عليه كان اللي يحبني برشا 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 وعليش ماكش في المهرجانات انا ما اخترتش المهرجانات في البدايات رغم اللي في غنيت مع عدنان الشواشي الفنان الكبير اللي نحييه تحيه ليه عدنان الشواشي فنان كبير برشا طلعت مسرح على مسرح كرتاج مع عدنان الشواشي وطلعت بوغرنين معناها مهرجانات اما انا ما اخترتش السيكتور هذاك علاش حسيت اني انا ايش نقول لك انا تربيت عند خالي كمان روف ناجاتي اللي نحييه ونبوسه برشا تربيت في اللافايات في قلب لافايات المكتب نتاعو انا في السيف نمشي نقعد بحذاه غاديك وتعلمت البزنس نتاع العروسات والعرابن والجو هذايا تلقى شيختك في العروسات معناها انا لقيت راحتي فيهم انا لقيت راحتي فيهم وفهمتهم اما المهرجانات راهي مش حاجه كبيره معناها كبيره برشا فما مهرجانات القيمه الفنيه تزيد من الفنان كي يكون موجود في مهرجان عريق مثلا تكون موجود في مهرجان كرتاج وتعبي كرتاج يزيدك حتى في سيسمو انا مهرجان تضون نفكر هو اللي ثنيت حمام بورقيبه يمكن ما نعرفش اي غنيت ما انا ما ركزتش عليهم تعرفش علاش خاطر فما بعض مهرجانات اقل من عرس كراسي حديد ودرج شنو في مدرسه ودرج انا اما دوكا ناس تلقى ساعات مهرجانات في مناطق داخليه ما عندهمش الامكانيات الكبيره يفرهدهم كي يجيهم يشم النقات يفرهدهم الفنانين اما شنو اللي باش نجم تعطيهم معناها من انتاج فما النوعية متاع مهرجانات توكي تمشي كرتاج وتمشي حمامات وتمشي بنزرت نجم تقدم إضافة ولا فنك. تخاف ما تعبيش انت هشام تخاف تعمل مهرجان كبير وما يعبيش برشا فنانين ما عباوش وانا من الناس انا نمن وانه لازم الفنان باش يعبي لازم عنده أغاني ضاربة بالقدا باش يجيوه الناس توكي باش تمشي مهرجان صدقني يا هشام فما فنانين يغنيوا أغاني غيرهم ويعبي الشرقيين يمكن مش توينس والله حتى تويت توينس طول البارح مثلا نتفرج في هالة المالكي صوت من أصوات الحلوة ايه تبارك الله عليها هالة تحس الببليك جاء فما ببليك أما ما عندهاش أغاني هالة اللي يغني معاك الببليك خطر أنا شو يزم أغاني اللي ضاربة مع الناس وتنجم تغني باش نغني أما بنت بلادي ولا أنا غيرك في الدنيا ماليش ومن بعد برشا أغاني متاع هشام نجاتي ما هوش مع قول أنت مع المثل عشا ما نعرف قدره لا مش مع عشا أنا النجم نكون في كوكتيل مثلا من أغاني أما مغني مثلا أربعة أو خمسة مغنين ومعهم هشام نجاتي اما باش تعمل واحد انا خاصه المهرجانات الكبيره نخاف منهم وما نجمش نريسكي باسم هشام نجاتي اللي من بعد تصير لك الشوت حتى نفسانيا انت تتقلق باهي هشام هاو مازلنا شويه على الاخبار ومكملين معاك بعد الاخبار حبك تغني لي حاجه اختار لي حاجه هكا ما دامك في المود نتاع الجو والتفاؤل والامل نحي لنا التبيبه جاي فضلك
انا غيرك في الدنيا ماليش، على حبك يا حبيبتي بعيش، الفرحة اترسمت في عيني والدنيا ابتسمت حوالي، قولوا لانت يا حبيبتي عليا، الايام واقفة ما بتعديش، انا غيرك في الدنيا ماليش، على حبك يا حبيبتي بعيش، الفرحة اترسمت في عيني والدنيا ابتسمت حوالي، قولوا لانت يا حبيبتي عليا، الايام واقفه ما بتعديش. برافو هشام، هذه تونس. تونس حبيبتي. ميرسي بوكو هشام النجاتي. احنا مكملين معاكم بعد الاخبار، نرجعوا نسمعوا هشام النجاتي. مازال باش نحكي معاك في برشا حاجات. حضر لي روحك يا هشام، اسمعني، قل لي قرب لي الميكرو برشا. جديده الاخرانيه عملت مليون. انا هذيك هي جات مزيانه، اما بعدها ما زلت كي خرجت يا لله يا لله، هذه نهديها للتوانسه الكل اللي يسمعوا فينا، اغنيه للمراه التونسيه نهديها لها لانها مراه تونسيه واقفه مع تونس ومع الوطن التونسي. يعيشك يا هشام. دونك فريق الاعداد يحضرون اغنيه هشام النجاتي، بعد الاخبار نسمعوها. نخرجوا اخبار وراجعين معكم في ستار تايم.